الماضية بالثقافة والإعلام ببورد، وهذه هي الصفة اللي حاضر بها الأستاذ موسى السليمي اللي كنشكروه على تلبية الدعوة وعلى حضوره معنا، والمداخلة ديال المحاضرة ديال الأستاذ موسى السليمي، وهي المغرب أو الاستثناء المغربي، نظرة من الداخل ورؤية من الخارج. أرجو أنظر بليكتور يا موسى السليمي. Yes, den Direktor, Redaktor und Botschafter auf der arabischen Version. Und jetzt er ist hier als Vorstandsvorsitzender in Marokka, dem deutschen maghrebischen Verein für die Kultur und Medien. Und das Thema von heutige, also das heutige Thema ist der marokkanische Sonderfall, Blick von innen. Und Auslegung von außen. Die Erfolg. Bei der Verdammt, Herr Präsident, Herr وكان صعب حبابي بجلالته سنة 1990 إلى تشكيل لجنة تعديل مدونة الأحوال الشخصية برئاسة الأستاذ عبد الهادي المطالب، توجت بإصدار مدونة الأحوال الشخصية تاريخ 10/10/1993. 1993 كانت مرحلة مهمة جدا، لأنه كان فيها يعني تغيير كبير جدا بوم شاسع ما بين المدونة التي بدأنا بها والتي وصلنا إليها سنة 1993. لكي لا أطيل سأعطيكم فقط بعض التعديلات التي عرفتها هذه المدونة. أولا، ركزت تعديلات مدونة الأحوال الشخصية على الطلاق، بحيث وضعت حدا للطلاق الغيابي الذي كان يعطي الصلاحية للزوج لتطليق زوجته غيابيا بدون علمها وبدون حضورها. تقييد تعدد الزوجات برضا الزوجة الأولى واشتراط العدل بينهما. توزيع الولاية في الزواج شطرين، حيث تعتبر شرط صحة بالنسبة للبنت ذات الأب، وهي ليست كذلك بالنسبة للبنت اليتيمة. بخصوص الحضانة، جعلت الأب يحتل المرتبة الثانية، بعد الأن كان يحتل يعني المرتبة السادسة تقريبا، يعني كانت بعد إذا كان من الأم إلى والدتها، وكان هذا الترتيب يجعل الأب في المرتبة السادسة، فجعلته مباشرة في المرتبة الثانية. منح الحق للمرأة في أن تكون ولية على أموال أبنائها القاصرين وبحكم القانون بعد وفاة الأب مباشرة أو إذا فقد الآلية. كما تم تحديد سن الحضانة 12 بالنسبة للطفل الفتاة و15 سنة بالنسبة للطفل. أصبح بالإمكان، أنا أحاول فقط أن أعطي أهم، يعني كانت هناك تغيير، أصبح بالإمكان رفع دعوى استعجالية قصد الحكم بالنفقة في مدة محددة، وهذه القضايا كانت تأخذ عشرات السنين في المحاكم. إنشاء مجلس العائلة الذي أحدث بمرسوم مالك. إذا أهم موجز بالنسبة للتعديلات سنة أهم موجز في التعديلات التي مست المدونة سنة 1993 يبقى هو إزاحة طابع القدسي عن المدونة. يعني في وقت من الأوقات كانت مدونة الأسرة كأنها هي الإسلام، هي الدين. أنا لا يجب أن تناقش، فأول أهم شيء ربما هنا هو أن فتحنا باب أعطاه لنا الشرع، وهو باب الاجتهاد، وأن القوانين المتعلقة بالأسرة مثل كل القوانين تستطيع أن تدخل في غمار يعني التعديلات طبعا بعد النقاش وبعد الموافقة. هذا شرف كبير لنا، والتسؤال ديالي غادي في نفس النطاق اللي حددوا هشام والسيد اللي معنا، يعني مسيو الحجوي، واش كان يعني الشباب اللي راه قائم الان، يعني هو متعطش، راه ماشي ما كاينينش الشباب اللي ما باغينش يدخلوا للسياسه، ولكن هاد الشباب ما كاينينش غير مؤطرين، يعني واش كاين شي تاثير؟ يعني راه نفس غادي في نفس السؤال، هاد الشباب انهم شنو هي الابواب اللي يمكن يطرقوها
باش يكون عندهم واحد المكتسبات السياسيه، وشنا هي الخطوه الاولى اللي يمكن ان الشاب المغربي المقيم بالمانيا يطرقها او يتخطاها باش يوصل كما وصلتم انتم. وشكرا. السادة المتدخلين والأستاذة المتدخلة سي سمير الورداني، الكرة دابا تنلعب بيك. أولا شكرا لكل من طرح سؤال في الميدان هذا، وغادي نختصر في زوج النقاط. أولا فيما يخص علاش السياسة الأحزاب ما كيقدروش يديروا شي قرار من جمعيات أو المساجد أو باش يديروا باعهم حتى الناس الآخرين باش يعرفوا، هذا كيتابع أحيانا للأسف لأن عليه واحد النظرة شوية تجاوب مع الجمعيات ومع الدول الأخرين ناقص. غير بعد العيد اظن كان واحد السياسي بلا ما نذكر الاسم ديالو مشى لواحد الجمعيه وفي الاخر خدموا عليه وصلوا لنا لواحد التقارير ما لم يقول، يعني قولوه ما لم يقول في هذا المجال هذا. لكن حنايا دائما السبب ديالنا راح، وانا اصلا انا في الاول من دخلت المجال السياسي انا دخلت كفخر به دائما ان شاء الله غادي يكون حاضر معنا غدا. هذا اللي تساكا هذه عائله سياسيه كامله، الابن ديالو راه في لندن وهو كان بيرغرمايستر لحد الان هو اوتسبورشتير، ونفس الشيء بالنسبه لزوجات الابن ديالو. تودي بخيص على الحضور ديالو من اجل تغطيه اعلاميه للندوه اللي كنشوفوها مهمه جدا في خصوصا في هذا الوقت الحالي. الندوه بمناسبه المسيره الخضراء، الذكرى الثانية من 40 المسيره الخضراء والذكرى 61 لعيد الاستقلال، غتكون غدا ان شاء الله 18 نوفمبر. ندوه حاولنا ما امكن انها تكون فيها مشاركه لشخصيات من جنسيات مختلفه، ولكن عندها ارتباط وثيق بالمغرب مثل منصف السليمي الاعلامي والخبير بشؤون افريقيا اللي عاش واحد الفتره طويله في المغرب، الدكتوره العليا مال العينان جات من الرباط وهي باحثه ومتخصصه ايضا، وبالنسبه لسمير الورداني كسياسي سياسي الماني من اصول مغربيه. هذه التجربه كلها كنحاول ما امكن اننا نبينوا كيفاش هو مسار بنيه الشخصيه المغربيه. كان بامكان اننا نتكلموا على المسيره الخضراء وعلى الاستقلال، ولكن شفنا بان من يعني كاين امكانيه اكبر اننا نطرقوا لتطور الشخصيه المغربيه وتطور حتى التنميه ديال المغرب من خلال مواضيع اخرى كتكون اكثر تركيز وتكون المحتوى ديالها ايضا متعدد، خصوصا ان الحضور كيف شفتوا حضور مغربي وحضور الماني وحضور فرنسي ايضا، وهذا شيء جميل جدا لان الرساله اللي بغينا نوصلوها بان مغرب تعدد الثقافات هو مغرب حي، وهذه هي واننا ايضا منفتحين على جميع الثقافات، وهذا الحضور المتنوع هو اكبر نجاح لهذه الندوه. وشكرا جزيلا للقنصليه المغربيه على هذا التعاون ديالها، لان الندوه نظمت من طرف الجمعيه المغربيه الالمانيه للثقافه من دباج بتعاون مع القنصليه المغربيه. شكرا ايضا للقنصل المغربي اللي تابع خطوه بخطوه مسار هذه الندوه، والله غدا السهره الختاميه بهذه المناسبه اللي كتكون اللي غادي تكون ان شاء الله سهره متنوعه من حيث المحتوى، معرض الفن التشكيلي كاول مره، غتكون جميع الثقافات بشكل مصغر على المنصه، لانه هو المغرب الحقيقي، مغرب ثقافات، مغرب تعايش، ومغرب التنميه. وشكرا جزيلا. الصورة عن المنطقة المغربية من الزمن
في هذا اللقاء القيم الذي جمع يعني نشطاء مغاربة من المجتمع المدني وكذلك برعاية القنصلية المغربية، سعدت بلقاء فئات وأجيال من الشباب المغربي وكذلك الأجيال وكذلك النساء، وكان حوارا تجتمع فيه رؤية شاملة للأوضاع في المغرب سواء حول وضع المرأة أو الإصلاحات التي يشهدها المغرب في مجال الانتقال السياسي وكذلك في مجالات الإصلاحات التنموية بشكل عام. طرحت مسألة الجهوية في المغرب وأثرها على مستقبل المغرب، طرحت كذلك المقاربة الخاصة التي يتميز بها المغرب في مجال مكافحة الإرهاب بالاعتماد على إصلاح الحقل الديني وعلى النجاعة الأمنية. كذلك كان هنالك أفكار رئيسية حول أهمية وخصوصية التجربة السياسية أو ما يطلق عليه الاستثناء المغربي ودور المؤسسة الملكية أو الملك، دور المحور في النظام السياسي وتأثير ذلك على طريقة تدبير المغرب وطريقة معالجته للإصلاحات. طبعا في هذا اللقاء أيضا خصص حيز كبير لموضوع المرأة في ضوء الإصلاحات التي أتت بها مدونة الأحوال الشخصية، وكما طرح خلال النقاش أيضا دور الشباب هنا، الشباب المغربي وقضية مشاركتي في المؤسسات السياسية في ألمانيا، مشاركتي في الأحزاب من خلال مشاركة أحد النشطاء الأصول المغربية وهو بحزب الاتحاد المسيحي الديمقراطي، وكانت دعوة للشباب المغربي على مزيد الانخراط في الحياة السياسية هنا لأن ذلك سبيله كي يمكنه الحصول على حقوقه من خلال القوانين الألمانية وتكريس اندماجه. اليوم نهار إن شاء الله توغنظ اللقاء بمناسبة المسيرة الخضراء وعيد الاستقلال، واتصلت بي القنصلية والوقت نادية يقين باش نحضر معهم ونشاركهم بصفة سياسي في ألمانيا، وطرحت عليهم بعض المشاريع أو بعض النقاط اللي أو المشاكل اللي يتواجه المدنية المغربية بالعموم. اولا نغسل العزوف السياسي مغربي وتهتم بالوطن السياسه، واخا كتهتمان وانما زكجن النسبه ضئيله، وحتى الاهتمام ماشي صافي خنشوف فرضي شان الحزب شو صافي من الدنا لا، وانما غسيل البعد غسيل النظره الهدف هذا سياو. بزاف المشاكل اذا طرح من الجهه المسؤوله مش جهه ريدلهايم اشبون سوسنهايم، والحمد لله بالتواصل لا اكذ اوبر كما استغين نور ان شاء الله غير حاندي فبراير 2018 دكتور بيرناديت فايلاند، لا اكذ المسؤولين السياسيين من الاحزاب الاخرى ماشي غير سي دي او الثورة وانما حتى الاحزاب الاخرى، لان غنغد اس بي دي دي سوسنهايم غادي غنغرن ايفا او حتى نهني يجن يعني ان تايل يعني كجزء لجهه فرانكفورت ويست فرانكفورت الغربيه، ونتحاول اقصى الجهود ما حنا نغزى المشاكل نسن، والحمد لله اتصل النقاط لا الزيارين القريبه لتوغيغا برلين، اتصل يطرحوا لي المشاكل الاخوات المسؤولين من بينهم زيهوفا من بينهم انجيلا ماكل من بينهم يعني يزجي فيهم قرانا، والحمد لله لقيناش نتجاوب قران هنا خلينا نبدا قناة رهن إشارة أي مساعدة قناة ضريبة، وطبيعة الحال قصدي اللي مانت على أنطريغ يعني أي من سكري شتات من سكري الجهة المسؤولة خل المنطقة تزد بالتجاوب وبالتقبل. السلام عليكم أزول فلاو، نشكر الجمعية المغربية للثقافة والاندماج بمايس على الدعوة لحضور هذه الندوة الثقافية والسياسية اللي كتجمع مغاربة بمدينة فرانكفورت اليوم، وشرفونا المحاضرين المغاربة اللي جاوا من مدينة الرباط،
الاساتذه والدكاتره، وتنشكروا الاستاذه الرئيسه للجمعيه المغربيه الاستاذه ناديه يقين. ونحن كجمعيه الاطلس الثقافيه حضرنا باعضاء ديالنا والمنخرطين حضروا وتم النقاش حول الشخصيه المغربيه رافعه التطور والانتقال الديمقراطي وعدم العزوف السياسي او المغاربه اللي كيعيشوا في المانيا. وهذه الندوه اعطت نتائج ايجابيه وشجعات الشباب المغربي بالخصوص الجيل الثالث الوازيام جينيراسيون اللي في المانيا، لان ما يلاحظ وهو ان الشباب المغربي لا يعرف شيئا عن السياسه المغربيه والحق السياسي في المغرب. ولهذا في المطلوب من الاحزاب السياسيه لا يمينيه ولا اليساريه في المغرب تعطي مبادرات وتحاول دير ندوات هنا في المانيا من اجل اعطاء المعلومه وتقريب المعلومه للشباب المغربي اللي كيعيش في المانيا.